بيكم أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي لغات مع فرع الكالكولس وشابتر 2. وكان خلصنا في الأول شابتر 1، خلصنا الكونتينيوتي وخلصنا الإكزيستنس والكونتينيوتي ديفرنشابيلتي، ودخلنا في الهاير ديريفاتيف وقلنا هنشتغل على الإمبليسيت فانكشن والإكسبليسيت فانكشن. يعني ايه هو طبعا المسمى بالنسبه لك ده انت ما سمعتوش السنه اللي فاتت بس كنت بتشتغل عليه السنه اللي فاتت. الاكسبليسيت فانكشن لما اقول لك يعني ايه اكسبليسيت فانكشن، كنت بدالك السنه اللي فاتت واي ان تيرم اوف اكس، كانت بتبقى واي في الليفت هاند سايد اكس في الرايت هاند سايد، وكنت بتعمل ديريفاتيف سواء اف على جي سواء اف باي جي سواء براكت باور ان، فبقى واي في الليفت سايد وفي الرايت سايد هيبقى اكس، وبتعمل ديريفاتيف عادي دي امبليسيت فانكشن. زي الاكزامبل عندنا كده مدينا y equal x minus 1 over 2x plus 3، فعندنا function y f على g. طب y f على g هتعمل فيها ايه؟ ما انت عارف القانون g squared تحت وبعدين f dash by g minus up g dash by f، وبعدين لو اداك point بتقدر تعوض منها، بتقدر تجيب slope، بتقدر تجيب measure of angle، بتقدر تجيب equation of tangent، تقدر تجيب حاجات كتير ليه هناخدها بعد كده. المهم الاول انك تعرف يعني explicit function و implicit function. قلنا explicit function هي y in term of x، وانما implicit function لما اقول لك ايه هي الفانكشن اللي بقول عليها لو هي شغاله بقى in term of x و y on the same time، يعني هيبقى ordered pair، ما تبقى y in term of x، لا ده تبقى y in term of x و y برضو، فبقول عليها implicit function. ونشوف مع بعض اكزامبل على الامبليسيت فانكشن. يعني لما اجي اقول لك مثلا 2y squared minus 5xy equal x squared واقول لك find dy dx، فانت لما تيجي تعمل ديريفاتيف بالنسبه لx لانك انت دي دي اكس، فانت عايز تعمل ديريفاتيف بالنسبه لx، فلما تيجي تقول مثلا الx squared سهله فهتقول 2x، انما لما اجي اقول لك 2y squared هتعملها ديريفاتيف ازاي؟ لا فهتبقى 2 by 2 هينزل الباور ويبقى 2 by 2 4 y ينقص الباور 1 يبقى y باور 1 by derivative الاندر باور اللي هو derivative ال y اللي هو dy dx او y داش. ولما اجي اقول لك تعالى نمسك ال 5xy دي هتبقى دي derivative ل 2 product function، عندك 5x دي function وال y دي function، فتعمل derivative first by second plus derivative second by first. فلو عملت derivative first اللي هيبقى 5 by second اللي هو y plus derivative second اللي هو هيبقى y داش by first اللي هو 5x. فده بقول عليه implicit function. يبقى عرفنا دلوقتي يعني ايه فرق ما بين explicit function و implicit function. تعالوا نشوف الاكزامبل ده هنعمله ازاي. لما يجي يقول لي اعمل لي derivative ده هقول له طيب تعالى نعمل derivative with respect to x. لما اجي اعمل لل 2y squared فنزل ال 2 للباور multiply 2 by 4 والy تفضل زي ما هي، ينقص الباور 1 بقى باور 1 في derivative اللي تحت الباور لانه مش x اللي هو dy dx. تعالى بقى نمسك ال 5 في ماينس قبلها طبعا هيبقى في ماينس، يبقى ماينس ديريفاتيف الثاني في الاولاني بلس هيبقى ماينس عشان نيجاتيف تدخل على الاثنين، ديريفاتيف الثاني في الاولاني وديريفاتيف 5 اكس هيبقى 5. وخلصنا الليفت هاند سايد، ندخل على الرايت هاند سايد نلاقي اكس سكويرد ديريفاتيف اكس سكويرد 2 اكس، واقدر بقى اخد دي الحاجات اللي فيها دي واي دي اكس كومن، واقدر بعد كده اجيب ال dy dx لوحده فيبقى 2x plus 5y over 5y over 4y minus 5x، وكده يبقى عملت derivative with respect to x وانا عندي implicit function. ندخل على example تاني. مدينا في الاكزامبل left hand side في y و right hand side في x، وهو عايز dy dx، يعني عايز يعمل derivative with respect to x. طب لما نيجي نمسك cosine 3y لما لا ديريفاتيف، تعرف ديريفاتيف كوساين نيجاتيف ساين باي ديريفاتيف الانجل 3 بس كمان باي ديريفاتيف 3y هيبقى 3 dy dx او 3y داش، انما لما اجي اعمل الساين هتبقى كوساين في ديريفاتيف الانجل بالنسبه لاكس هتبقى 2 بس. تعال نشوف الحل مع بعض. يبقى ديريفاتيف كوساين 3y فهتبقى نيجاتيف ساين 3y باي ديريفاتيف الانجل هتبقى 3 باي ديريفاتيف الواي اللي هي dy dx، انما قلنا الساين هتبقى كوزاين في ديريفاتيف الانجل هتبقى 2، يبقى قادر اجيب دي واي دي اكس لوحده وتبقى نيجاتيف كوزاين 2 اكس اوفر 3 ساين 3 واي. لما اجي للاكزامبل بعد كده يقول لي فايند ذا سلوب،
of the tangent at the indicated point. فالاسلوب هو ايه؟ الاسلوب انا عايز هنا اشرح لك بقى شوية حاجات على الاسلوب، ولما اجي اشرح لك حاجات على الاسلوب انا عايز ارجع لك شوية وراجع شوية معاك درس الاسلوب. يعني مثلا لو احنا عندنا الحاجات اللي انت خدتها في الاسلوب الاول، انت عارف فاكر احنا كنا بنسمي الاسلوب بالسيمبل ام، فكان له حاجات كتير قوي. ازاي تجيب الاسلوب؟ اولا في اخدنا في تانية ثانوي لو مديك y equal مثلا اي فانكشن مثلا x power 3 minus 2x plus 5 مثلا، واقول لك at x equals 2 مثلا، فكنت باجي اعمل ديريفاتيف للواي داش، والواي داش لما اجي اعمل له ديريفاتيف، واحنا خدنا الرولز قبل كده في فيرست ديريفاتيف، بينزل الباور يبقى 3 اكس سكويرد ماينس 2، وطبعا ديريفاتيف 5 0. وبعدين الواي داش ده هيبقى اسمه الاسلوب، فاجي اجيب الاسلوب ازاي؟ اقول الاسلوب ايكوال ايه بقى؟ الاسلوب لما اعوض عن الاكس ب 2، تعالى نعوض عن الاكس ب 2 هيبقى 3 باي 2 سكويرد اللي هتبقى 4 ماينس 2، يبقى 12 ماينس 2 تدينا كام؟ تدينا 10، وكده ابقى جبت الاسلوب. ادي طريقه من الاسلوب. طريقه ثانيه من الاسلوب، لما هو في المساله يديني given سيتا، مين سيتا؟ اللي هي الانجل اوف انكلينيشن اوف ذا تانجنت تو البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. لما هو يديني given سيتا اقدر اجيب له الاسلوب اللي هو اخد على الكالكوليتر على طول اقول تان الجيفن سيتا اللي هو مديها لي. يبقى لو اداني انجل سيتا انا اقدر اجيب الاسلوب مباشره ان انا اجيبها بايكوال تان سيتا على الكالكوليتر. ساعات كمان يقول لي الاسلوب اقدر اجيبه لو هو ادانا جيفن ايكويشن اوف ستريت لاين، او ادانا جيفن الايكويشن اوف تانجنت. لو ادانا جيفن الايكويشن اوف تانجنت او الايكويشن اوف لاين تانجنت، اقدر اقول له لو اديها لي على الصوره بتاعت AX plus BY plus C equals 0، فأقدر أجيب الإكويشن إزاي؟ أقول له الأسلوب equal negative coefficient of X اللي هو negative A over coefficient of B اللي هو coefficient of Y اللي هو B، يبقى أقدر أجيب الأسلوب بالطريقة دي. أو بطريقة تانية أعمل derivative لوحده، يعني أو لو هو إدهاني الإكويشن بتاعت التانجنت بالطريقة دي Y equal m x plus b مثلا، يبقى الكوفيشنت نفسه طالما هي من فيرست ديجري يبقى الكوفيشنت اوف x في الحاله دي هو ده الاسلوب. يبقى ممكن يديها لي بالطريقه دي، ممكن يديها لي بالطريقه اللي فوق اللي هي x plus b y plus c equal 0، اقدر اجيب منها الايكويشن. او نمبر 4 لو اقدر اجيب كمان، يعني لو هو ادانا ان التانجنت parallel to x axis، وطبعا انت عارف لما يبقى التانجنت parallel to x axis يبقى ايه الوضع. انا هقولها لك بطريقه بسيطه. لما اديك مثلا هنا ادي الكوردينيت اكسس، ادي x axis، ادي y axis، واجي هنا اقول لك ده تانجنت للكيرف ده مثلا. لما اجي اقول لك ده تانجنت للكيرف وده بارل للاكس اكسس، يعني مش عامل ميل مع اكس اكسس، التانجنت ده بارل للاكس اكسس يعني مش عامل ميل معاه، يعني مش عامل سلوب معاه، يبقى هنا السلوب بتاع الكيرف ده هيبقى ايكوال 0. طب وساعات كتير بنحتاج نكتبها 0 اوفر كام؟ اوفر 1، لان 0 اوفر 1 ب 0. يبقى لما التانجنت يبقى بارل تو اكس اكسس، او ممكن اقول عليها حاجه ثانيه، ممكن اقول لك التانجنت بيربنديكولار to y axis. لما اقول لك ان هو perpendicular to y axis يبقى في ايه بقى؟ لما اقول لك انه perpendicular على y axis ما هو زي نفسه اما يكون parallel دي x axis. يبقى دلوقتي انت عندك rules بتقدر تجيب بيها الاسلوب of tangent. يبقى كلمه الاسلوب دي، الاسلوب دي بتيجي بكذا طريقه، وتعالى الدرس ده معتمد كله، والدرس بتاع الابلكيشن اوف جيومتريكال ابلكيشن اوف فيرست ديريفاتيف دي كلها هتبقى ماشيه معاك على ازاي انت عارف اسلوب. فاحنا خدنا دلوقتي لحد نمبر 4، وتعالى ناخد نمبر 5
ونشوف لو نمبر 5. تعالى ناخد ونقول نمبر 5، انت لو عندك لاين او لاين تانجنت مثلا بيربنديكولر تو اكس اكسس، لو انت عندك تانجنت بيربنديكولر على اكس اكسس هتعمل ايه؟ هيبقى الاسلوب هو ايه؟ طبعا انت عارف ان انا لو هو التانجنت عامل بيربنديكولر مع اكس اكسس يعني الانجل اللي عاملها مع بوزيتيف دايركشن هتبقى 90، يبقى لو خدت تان 90 هديك undefined. يعني ايه undefined؟ كلمه undefined يعني 1/0. يبقى انت هتكتب لي هنا الاسلوب كده 1/0، يبقى لما يقول لي الكلام ده هقول له والله ده هتبقى 1/0. تعالى نمسك حاجة تانية، لما يكون عندك نمبر 1، لو عندك لاين L1 بارل للاين L2 طبعا ده هيديك ان الاسلوب بتاع الفيرست لاين ايكوال الاسلوب بتاع السكند لاين. كمان عندك ما تنساش نمبر 7، لما اقول لك L1 perpendicular to L2 ده معناه ان M1 times M2 equals negative 1. يعني مثلا لو ده 3 على 4 يبقى ده negative 4 over 3، لو ده 2 يبقى ده negative half and so on. كمان عندك لو اداك ال equation في الفورم R في الفكتور equation R equal A vector plus TU vector، يبقى اليو فيكتور ده هيبقى هو اللي هيبقى عندك عبارة عن ordered pair A و B، وطبعا التي ده constant أي constant. لما أجي أجيب الأسلوب هنا، الأسلوب من هنا هيبقى equals B over A. يبقى دلوقتي لو اداك الصورة بتاع صورة الالجبريك فورم انت عارف هتجيبها نكتب كوفيشنت اوف اكس وكوفيشنت واي، انما لو اداك الفيكتور ايكويشن فتقدر تجيب التي يو ده. اليو ده هو هيبقى الدايركشن بتاعك اللي هو عباره عن اي وبي، فتجيب الاسلوب بطريقه بي اوفر اي. واخيرا لو اداك ان في نمبر 9، لو اداك ان لاين باسز ويز تو بوينتس، لو ادانا لاين باسز ويز تو بوينتس هتعمل ايه؟ لما يديك لاين باسز ويز تو بوينتس فانت بتجيب y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1، هيبقى هو ده الاسلوب بتاعك اللي هو اداهولك. يبقى عندنا دلوقتي 9 ديفرنت ويز ازاي تقدر تجيب بيهم الاسلوب، وعشان تقدر تجيب الاسلوب تبقى انت فاهم ان انت تقدر تشتغل ازاي. نرجع تاني بقى بعد ما شرحت درس الاسلوب كله اللي هو اخدته انت في اولى ثانوي واديتهولك دلوقتي تاني في تانية ثانوي واديتهولك دلوقتي وانا بديك تالت ثانوي. درس الاسلوب ده كل الدنيا ماشية عليه وما اقدرش استغنى عنه، شرحناه كاملا عملنا عليه ريفيجن. السؤال بيقول لي بقى find the slope of the tangent of the curve at the indicated point ومدينا الاكس وقدنا الواي. انا محتاج بعد ما اعمل كده اعوض عن الاكس وعن الواي، لو في واي اعوض عليها بنيجاتيف 1، لو في اكس اجيبها بنيجاتيف 1. الكلام ده بعد ما اجيب الواي داش اللي انا هعوض فيه بعد كده. تعالوا نعمل ديريفاتيف. طيب ال 2 اكس سكويرد هنعمل فيها ايه؟ هتبقى 4 اكس تمام، وال 3 اكس 3 واي باور 2 هتبقى كام؟ هتبقى 6 واي تايمز ديريفاتيف تحت الباور، لان تحت الباور مش اكس، يبقى باي دي واي دي اكس ايكوال 0 لان ديريفاتيف 5 0. طيب دلوقتي انت محتاج دي واي دي اكس، طب كويس قوي، يبقى انت تعمل دلوقتي سبستيتيوتنج على الاكس بنيجاتيف 1 عن الواي ب نيجاتيف 1 وهتطلع الدي واي دي اكس اللي هو الاسلوب بكام. يلا ريبليس اكس وريبليس واي. خلاص لما عملنا ريبليس لاكس بنيجاتيف 1 وريبليس واي بنيجاتيف 1 وخلينا الدي واي دي اكس لوحده، لان ال 4 اكس بالنيجاتيف وعملنا ديفايد 6 واي، يبقى الاسلوب دلوقتي هيجي من الدي واي دي اكس لما اعمل سبستيوتنج في الاكس وفي الواي بنيجاتيف 1 ونيجاتيف 1. خلاص عملت ريبليس لاكس وواي بنيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، فادتنا الاسلوب اوف تانجنت تو ذا كيرف نيجاتيف 2 اوفر 3. لما اجي في الاكزامبل ده برضو في نفس السياق بيقول لك برضو find the slope of the tangent at the indicated point
ومدينا الاكس بنيجاتيف 3 والواي ب 5. الفيرست تيرم اللي هو اكس سكويرد سهله، هيبقى 2 اكس. الواي سكويرد هيبقى 2 واي دي واي دي اكس، او 2 واي واي داش انت حر. بلس 6 اكس هيبقى 6 بس، ماينس 2 واي يبقى ماينس 2 واي داش. وال 6 هيبقى الدريفت بتاعها كام؟ 0. لما تلاقي كل التيرمز فيها 2 ممكن تعمل ديفايد 2، لان عندك 0 ايكويشن تقدر تعمل ديفايد 2. وطبعا انت بتاخد من التيرمز اللي فيها دي واي دي اكس كومن، ويتبقى بعد ما خد دي واي دي اكس كومن اتبقى براكت واي ماينس 1، والاذر تيرمز اللي بقت اللي هي بعد ما عملت ديفايد 2 اتبقى اكس ماينس 3 ماينس اكس ماينس 3، وعملت ديفايدد واي ماينس 1. وتعالى نعمل سبستيوتنج بقى عن الاكس بنيجاتيف 3 والواي ب 5، هيدينا السلوب هيطلع زيرو. وطبعا احنا قلنا طالما السلوب طلع بزيرو يبقى التانجنت ماله parallel to x axis. ناخد اكزامبل تاني بيقول لك find the measure of the positive angle. وانا قلت لك في وانا براجع لك درس السلوب ان لما تيجي تجيب السلوب وتعوض بيه السلوب y داش هو tan ثيتا، يبقى ما تنساش ان عايز اقول لك وراجع لك تاني في الحته دي عشان لما اخدك في سؤال واديك سؤال تبقى انت عارف احنا بنعمل ايه. لما اجي اقول لك فور اكزامبل الفيرست ديريفاتيف ده بنكتبه ازاي؟ الفيرست ديريفاتيف ده ممكن يتكتب دي دي اكس للفانكشن اللي عندنا اللي هي واي، وممكن يتكتب دي دي اكس للاف اوف اكس، وممكن يتكتب دي واي دي اكس، وممكن يتكتب الريت اوف تشينج، وممكن يتكتب اف داش اوف اكس، ممكن يتكتب واي داش، ممكن يتكتب السلوب اوف تانجنت. بس الكلام ده لما اعوض عن اكس بكام وواي بكام لو في واي، و كمان ممكن اقول عليه دي واي دي اكس، او ممكن اقول عليه دي واي دي اكس واي داش اف داش اوف اكس الريت اوف تشينج. كل دي اساليب للصوره بتاعت، ممكن اقول عليه تان ثيتا، ودي اللي انا محتاجها منك دلوقتي. اذا ما تنساش ان السلوب هو ايه؟ هو تان ثيتا. او العكس، لما يقول لي فايند ذا ميجر اوف انجل انا اقول له اجيب الفيرست ديريفاتيف واعوض عن اكس، فهيطلع هنا رقم. لما يطلع هنا رقم هيطلع الرقم ده يا بوزيتيف يا نيجاتيف. فلما اجي عند تان ثيتا لو الرقم طلع بوزيتيف يبقى الثيتا تبقى اكيوت، ولو الرقم بتاعي طلع نيجاتيف يبقى الثيتا هتبقى اوبتيوس. وكده اقدر اقول ان لو انت دلوقتي فاكر ان الفيرست ديريفاتيف هو التان ثيتا، اقدر احل الاكزامبل ده اللي احنا خدناه. وتعالى نشوفه مع بعض تاني. السؤال بيقول لي find the measure of the positive angle which is the tangent to the curve x over y minus 4 y over x equal 3 at the point 1 1 negative 1 negative 1 makes with the positive direction of x axis. طيب والله انا يفضل بدل ما تعملها اف على جي ما تيجي نخلص من كل الدينوميتور. مين كل الدينوميتور؟ الدينوميتور اللي عندنا واي واكس. طيب الدينوميتور اللي عندنا واي واكس اهو، فاقدر اعمل كل الايكويشن باي اكس واي. خلصت من التو دينوميتور، الاولانيه ادتنا اكس سكويرد، والثانيه ادتنا ماينس 4 واي سكويرد، والثانيه لما عملت ملتبلاي اكس واي ادتنا 3 اكس واي. طيب لما اجي دلوقتي اقول لك هتعمل ديفرنشيت بقى وذ ريسبكت تو اكس عشان تقدر تجيب الميجر اوف انجل، عايز اجيب واي داش واسميها تان ثيتا واعوض عن اكس وعن واي. طب تعالى مع بعض نجيب الفيرست ديريفاتيف. عملت فيرست ديريفاتيف وجبت الواي داش لوحده اللي هو دي واي دي اكس، وطلع 2 اكس ماينس 3 واي على 3 اكس بلس 8 واي. نعوض بقى عن الاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 1، طلعت السلوب. وانا قايل لك ان السلوب هو التان ثيتا، يبقى لما انا خلصت دول مع بعض طلعوا نيجاتيف 1. اذا تان ثيتا طلع بنيجاتيف 1، طلع هنا نيجاتيف، انا بعمل شيفت تان لل 1 180 ماينس الانسر عشان تطلع الانجل 135. يبقى لو طلعت الانجل بنيجاتيف 1 لازم تعمل لي كده. يبقى انا عايز اجيب لك واعد لك الحته دي تاني، واقول لك ان في الحته دي مهمه جدا ان انا اعدها لك بطريقه تانيه. واقول لك تعالى لو انت عندك طلع تان ثيتا
equals 1 هتعمل ايه؟ ولو طلع 10 ثيتا ب نيجاتيف 1 هتعمل ايه؟ تعال نشوف. لو ده طلع 1 كده فانت بتعمل على الكالكوليتر شيفت 10 لل 1 ايكوال كومات، فهتطلع ثيتا عندك اكيوت يعني ثيتا تطلع ب 45 ديجري. انما لما اقول لك هنا مالكش دعوه بالنيجاتيف خالص، انت بتعمل هنا شيفت 10 لل 1 ايكوالز، بس عشان فينا نيجاتيف بقى تستخدم النيجاتيف ده في ايه؟ هستخدم النيجاتيف ان انا هقول 180 ماينس الانسر ايكوال كومات، ويبقى كده اقدر اجيب الثيتا فهتطلع 135 ديجري. يبقى خلي بالك ان انت لو عندك طلع ال 10 ثيتا بوزيتيف 1 فخلاص الانجل بتاعتك ثيتا هتبقى اكيوت وهتبقى 45، انما 10 ثيتا لو طلع نيجاتيف 1 فانت بتعمل شيفت 10 لل 1 ايكوال كومات ايكوال وبعدين 180 ماينس الانسر ايكوال كومات. كل دي الزراير اللي انت بتشتغل عليها عشان تطلع ثيتا. ونرجع تاني للمساله بتاعتنا، وكنا قلنا ان 10 ثيتا طلعت بنيجاتيف 1 فانا عملت شيفت 10 لل 1 180 ماينس الانسر فطلعت ثيتا 135. تعالى نمسك لو الاكس ايكوال براكت تو ذا باور 5، وانا بقول لك هنا بقى المره دي بروف ذات ان الفيرست ديريفاتيف دي واي دي اكس او الواي داش ايكوالز واي باور 3 ماينس 1 على 15 اكس واي سكويرد. فهو دي جيفن هتستخدمه عشان تجيب منه ان دي واي دي اكس، وهو عايزها بطريقه معينه، وانا كده بديك انتروداكشن على الهاير ديريفاتيف. ازاي في مسائل كتير قوي دي بتيجي مساله في الامتحان يقول لك بروف ذات ان واي داش ايكوال كذا او واي دبل داش ايكوال كذا او اي بروف هيطلبه منك. فتعالى في الجيفن اللي عندنا هو مدينا اكس ايكوال براكت تو ذا باور اوف 5، البراكت ده مش جوه اكس، البراكت ده جوه واي، فاحذر هنا لما تيجي تعمل ديريفاتيف لواي. فتعالى نمسك الجيفن مع بعض، واي ايكوال واي باور 3 ماينس 1 اول تو ذا باور اوف 5، فنعمل ديريفاتيف وذ ريسبكت تو اكس، يبقى ديريفاتيف اكس 1 ديريفاتيف بنزل الباور 5 يفضل البراكت زي ما هو ينقص الباور 1 يبقى باور 4، باي ديريفاتيف انسايد ذا براكت 3 واي باور 3 هتبقى 3 واي باور 2 في الديريفاتيف اللي تحت الباور ديريفاتيف واي دي واي دي اكس. طيب بس هو كمان مش عاوز كده وبس، ده هو عاوز يطلع لي الحل في طريقه معينه، يعني عايز دي واي دي اكس معموله بحاجه معينه. فانت عندك هنا حاجه في هنا 5 وهنا في 3 ادي 15 واي سكويرد، بس الواي سكويرد دي جنبيها مين؟ جنبيها اكس، فانت محتاج تعمل ملتبلايد باي اكس عشان توفر ال 15 اكس واي سكويرد دي. فانت تعمل ليفت ورايت باي تايمز اكس، فلما عملت 1 تايمز اكس بقت باكس، ودي عملتها باي اكس فطلعت 15 اكس واي سكويرد باي واي باور 3 ماينس 1 اول باور 4 دي واي دي اكس. كويس قوي، هو عايز بقى يجيب دي واي دي اكس لوحدها. اوكي تعال نجيب دي واي دي اكس لوحدها. جبنا دي واي دي اكس لوحدها ودينا تحت الاكس هناك مين بقى؟ ودينا 15 اكس واي سكويرد في واي باور 3 ماينس 1 باور 4. طيب ايه اللي هيحصل؟ ما انا مديك اصلا في الجيفن فوق خالص ان ان اكس لوحدها هي واي باور 3 ماينس 1 باور 5. طب ما انت تعمل لي ريبليس للاكس اللي انت موجوده هنا بالبراكت بتاعها باور 5 من الجيفن، واقدر بعد كده لما حطيت لها اقدر اكنسل براكت باور 5 مع البراكت اللي تحت باور 4، فيدينا براكت باور 1 فوق، وانت كده طيرت البراكت من تحت، فانت اثبتت له الريكوايرد اللي هو y باور 3 ماينس 1 اوفر 15 xy سكويرد. ننقل على اكزامبل تاني برضو في بروف ذات، بيقول لي في بروف ذات ان لو y ايكوال سكوير روت x بلس 1 اوفر روت x ورز x طبعا جريتر ذان 0، ده كونديشن عشان ما يبقاش انت عارف تحت سكوير روت ما ينفعش نيجاتيف. فبيقول لي بروف ذات ان 4y باور 3 في dy dx اول سكويرد، يعني عمل الواي داش سكويرد ايكوال x ماينس 1 بتوين براكت اول سكويرد. فتعالى نمسك وعشان نعدلها احلى وتبقى اشيك، تعالى نخليها في الاكسبوننت فورم، يعني روت سكوير روت اوف x هتبقى x باور هاف، وتحت
1 على روت اكس اخليه اكس باور هاف تطلع فوق تبقى اكس باور نيجاتيف هاف، وتعالى نعمل الديريفيتيف عشان ننزل الباور وين اصل الباور 1 وتبقى اسهل لك. تعالى نجيب دي واي دي اكس، ادي دي واي دي اكس بتاعتي. طيب اكس باور هاف هتبقى ينزل الباور وين اصل الباور 1 يبقى هاف اكس باور نيجاتيف هاف، كمان هنا ينزل الباور يبقى البوزيتيف يدينا نيجاتيف هاف وين اصل الباور 1 يبقى ماينس 3 على 2. تعالى بقى نشوف هناخد مين كومن، مين الباور الاصغر، باور نيجاتيف هاف ولا باور نيجاتيف 3 على 2 كومن؟ باور نيجاتيف 3 هو الاصغر، خدته وعملت الفيرست ديفايد الكومن ادانا اكس، السكند ديفايد الكومن ادانا 1، فبقى عندي الشغلانه دي لانه هو عاوز اكس ماينس 1. بس خلي بالك هنا ده هو عايزها في الحل سكويرد، طب ما تيجي كمان عاوز يعملها سكويرد وعاوز يعمل الدي واي دي اكس سكويرد، و ده يفهمني ان انا عاوز اعمل ملتبلاي لهنا وهنا. هو عامل هنا ملتبلاي ايه؟ ل 4 اكس مش كده؟ باور كام؟ باور 3. تعالى نعمل هنا، نعمل ملتبلاي لما نزل الاكس باور نيجاتيف 1 واعمل ملتبلاي اكس باور نيجاتيف 3 هيحصل ايه؟ يبقى بقت 4 اكس باور 3 في الليفت خلاص اتعملت. تعالى بقى في الرايت لما اعملها ملتبلاي ال 4 هتكنسل مع ال 4، الاكس باور نيجاتيف 3 مع الاكس باور 3 هتروح، و ال 4 كنسلت مع 4، البراكت خلاص بقى هو اكس ماينس 1 باور 2. فانا كده اثبتت له واخدت السر واخدت الكي من الريكويرد ان انا عملت ملتبلاي 4 اكس باور 3 في الليفت عشان تظبط معايا في الرايت هاند سايد. ناخد مساله في الكومبوزيت فانكشن، وهنا عايز ارجعك وارجع لك الكومبوزيت فانكشن، ولما ارجعك وارجع لك في سكند سكندري انت خدت ايه في الكومبوزيت فانكشن، فانا هرجعك شويه في الحته دي. تعالى مع بعض كده نرجعها مع بعض واقول لك ان احنا لو واي فانكشن في زد، يعني واي انترم في زد، وكمان عندنا واي او زد فانكشن في اكس، فلما اجي اجيب ديريفاتيف لواي بالنسبه لزد فانا بقول دي واي دي زد، ويطلع زي ما يطلع بقى خلاص انا عارف هعمل ايه، طلع هنا زي ما يطلع حسب الفانكشن اللي هو مديها لك. وهنا زد ان ترم اوف اكس، فلما اجي اعمل لها ديريفاتيف فبجيب دي زد دي اكس، ويطلع زي ما يطلع حسب الفانكشن اللي هو مديها لك. انما لما اجي اعمل دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس، فخلي بالك هنا في دي زد تحت وهنا في دي زد فوق، انت ما بتشوفهمش مع بعض، لا بس هما بيبدلوا. دي الكومبوزيت فانكشن، كومبوزيت فانكشن تدينا هنا دي واي دي اكس فهيدينا هنا دي واي دي اكس. فخلي بالك بقى انه لو واي ان ترم اوف زد فيبقى الديريفيتيف بتاعها مش اسمه واي داش، اسمه دي واي دي زد، زد ان ترم اوف اكس يبقى ادينا الديريفيتيف بتاعها دي زد دي اكس، لما اعملهم ملتبلاي بعض يدينا دي واي دي اكس. يبقى دي التشين رول او الكومبوزيت فانكشن كنت بفكرك بيها عشان نرجع لدرسنا تاني. ولما اقول لك هنا ان انا عندي واي ان ترم اوف زد فلما اجي اجيب لها ديريفيتيف اسمها دي واي دي زد، لما اجي هنا زد ان ترم اوف اكس لما اجي اجيب لها ديريفاتيف يبقى دي زد دي اكس، تمام؟ وهو عايز في الموضوع عايز دي واي دي اكس، يبقى دي كومبوزيت فانكشن، يبقى دي تشين رول. وبعد ما اخلص اعوض عن اكس بكام؟ ب1. يبقى تعالى نمسك بقى زي ما قلت لك وفهمناك قبل كده ان واي ان ترم اوف زد لما تيجي تجيب لها ديريفاتيف اسمه دي واي دي زد، فهينزل الباور 5 باي 1 على 3 يبقى 5 على 3، ينقص الباور 1 يبقى باور 4. خلاص خلصنا دي واي دي زد. تعالى بقى زد ان ترم اوف اكس، وزد ان ترم اوف اكس لما اجي اجيب ديريفاتيف لزد يبقى اسمها دي زد دي اكس، ولما اجي اعمل ديريفاتيف للساين هدينا كوزاين، الانجل زي ما هي باي 2 على اكس في ديريفاتيف الانجل فتدينا باي على 2، بقى 3 باي على 2 كوزاين باي على 2 اكس. تيجي بقى لدي ديريفاتيف التانسك سكويرد، الانجل زي ما هي في ديريفاتيف الانجل باي على 4 اكس، ديريفاتيف بتاعها باي على 4، في عندك نيجاتيف 2 بره. خلاص خلصت، طبعا كنسل ال 2 مع ال 4 وهنا هتبقى 3 باي على 2، واقدر اعملهم ملتبلاي بعض، اقدر اعمل دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس فهيدينا دي واي دي اكس.
لما عملتهم ملتبلاي بعد 5 على 3 في ال زد باور 4 واجي اعمل ادي الزد كلها ارجع لها من اصل المساله، لان انت عارف دي واي دي اكس انا عايز كل حاجه دلوقتي انترمو في اكس، فيبقى لازم كل البراكت ده انترمو في اكس. فهنا انا شلت الزد بقى اللي هي زد باور 4، حطيت مكان الزد الفاليو بتاعتها من الاصل اللي هي 3 اكس باي على 2 اكس ماينس 2 باي على 4 اكس، ويبقى عندي البراكت ده اللي هو زد باور 4 اللي هو ده، ادي باور 4 في مين بقى؟ باي دي زد دي اكس، وانت جايب دي زد دي اكس اللي هي دي، فبتعملها ملتبلاي ده، وبعدين بعد كده بتعوض عن اكس بكام؟ ب 1. فهتبقى طبعا باي على 2 باي 1 هتبقى باي على 2، يعني باي على 2 اللي هي 90 وساين 90 ب 1، وطبعا باي على 4 باي 1 يعني باي على 4 اللي هي 45 وتان 45 1. وطبعا لما اجي اقول 3 باي كوزاين باي على 2 اكس باي على 2 باي 1 يبقى باي على 2 كوزاين 90 ب 0 يبقى ده 0. 6 سكوير اللي هي 1 على كوزاين وكوزاين 45 1 على روت 2 بس سكوير ده تدينا 2 في النيموريتور، وتقدر تعوض بالشغل ده عشان تقدر تعوض لما اكس ايكوال 1، فشلت كل اكس وحطيت مكانها 1 فادتنا الريزلت بعد ما خلصتها نيجاتيف 5 اوفر 3 باي. هدخل في عنوان جديد الهاير ديريفاتيف. فالهاير ديريفاتيف احنا كنا عملنا الاولاني فيرست ديريفاتيف، هعمل مره ثانيه يبقى اسمه السكند ديريفاتيف، مره ثالثه يبقى الثيرد ديريفاتيف، مره رابعه يبقى الفورث ديريفاتيف. فتعالى لو مدينا واي فانكشن في اكس، ففانكشن دي هو ديفرنشبل، يعني هو مدهاني انها ممكن تبقى ديفرنشبل، فلو عايز اجيب الفيرست ديريفاتيف اللي هو دي واي دي اكس بسمي عليه الفيرست ديريفاتيف. ليه؟ لان انا بجيب الفيرست ديريفاتيف للواي لانها ريسبكت تو اكس. طب لما اجي اعمل ديريفاتيف تاني لدي واي دي اكس، لما اعمل تاني ديريفاتيف لدي واي دي اكس فهيدينا سكند ديريفاتيف، فبقول عليه سكند ديريفاتيف وبقول عليه دي تو واي دي اكس سكويرد او واي دبل داش او اف دبل داش اوف اكس. طيب لما اجي اعمل لها مره ثالثه يبقى هعمل الدي تو واي دي اكس سكويرد اللي هو السكند ديريفاتيف، اعمل له ديريفاتيف اجين عشان يبقى اسمه ثيرد ديريفاتيف، واقول عليه دي 3 واي دي اكس دي اكس باور 3 او واي تريبل داش او اف تريبل داش اوف اكس اند سو ان. بقى اقدر اجيب الهاير ديريفاتيف زي ما انا عايز. يعني مثلا هو هنا بيقول لي فايند ذا ثيرد ديريفاتيف، فانا عايز اجيب واي داش واجيب واي دبل داش واي تريبل داش، لانه هو طالب مني فايند ذا ثيرد ديريفاتيف. يعني انت هتعمل ابلاي ثيرد 3 تايمز، هتعمل مره فيرست ديريفاتيف مره سكند ديريفاتيف مره ثيرد ديريفاتيف. تعالى ادي الفانكشن بتاعتنا واي انترمو في اكس، فلما اعمل لها ديريفاتيف ينزل الباور ينقص الباور 1، ينزل 3 وينقص الباور 1، ينزل 2 وينقص الباور 1، ديريفاتيف 4 اكس از 4. عملت الفيرست ديريفاتيف اعمل ابلاي للسكند ديريفاتيف، اعمل لدول تاني ديريفاتيف تاني 4 باي 3 12 ينقص الباور 1 يبقى 2، 6 باي 2 12 ينقص الباور 1 يبقى 1، 6 اكس تبقى 6 ادي كده السكند ديريفاتيف. اعمل تاني ديريفاتيف مره ثالثه يبقى 24 لو عملت ده ديريفاتيف تاني 2 باي 12 24 اكس ينقص الباور 1 ماينس 12 وطبعا ده ديريفاتيف 0 يبقى كده ابلايد عملت ايه ثيرد ديريفاتيف. دي اف على جي فبرضه نفس الكلام، هو عايز منك الثيرد ديريفاتيف فتجيب واي داش واي دبل داش واي تريبل داش، وطبعا ما تنساش دي اف على جي وقانونها ما تنساش. مين فاكر قانون الاف على جي؟ لو انت مش فاكره حاول تكتبه قدامك وانت بتحل المساله. يعني لما تيجي تحل المساله دي تقدر تقول والله انا لو الواي ايكوال اف اوفر جي اقدر اجيب لها الفيرست ديريفاتيف ازاي او اقدر اعمل لها ديريفاتيف ازاي. تعالى نعمل ديريفاتيف، انت بتعملها بالطريقه دي. اول حاجه بتعملها عشان ما تتلخبطش بتعمل الدينوميريتور سكوير، وبعدين تعمل ديريفاتيف للاب اللي هو فوق تعمله باي جي زي ما هو من غير ديريفاتيف، تعمل ماينس ديريفاتيف تحت اللي هو جي داش باي اف، وكل ده هو ده لما تبقى عندك فراكشنال فانكشن. فانت بتطبق الرول بتاعتك دي لما تيجي تشتغل اف على جي، لان مسالتك دي اف على جي ادي اكس ماينس 1 اوفر اكس بلس 1 ادي مسالتك اف على جي. فتقدر تعمل تحت سكويرد خلصناه ديريفاتيف اب 1 باي داون ماينس ديريفاتيف داون اللي هو 1 باي اب اللي هو اكس ماينس 1، خلصت فوق مع بعض الملتبلاي طلع 2 وتحت زي ما هو باور 2
وتقدر تسيبها كده او تقدر تطلع البراكت فوق يبقى to the power of negative 2. عملت applied للفيرست ديريفاتيف، انا طلعته فوق عشان يبقى اسهل وانا بعمل اف على جي. تعالى بقى ناخد ابلايد للسكند ديريفاتيف واقوم عامل ينزل الباور ملتبلاي يبقى نيجاتيف 4 وينقص الباور 1 يبقى نيجاتيف 3، واعمل ابلايد ثيرد تايم. خلاص انا خلصت هنا السكند ديريفاتيف، اعمله ثاني ثيرد ديريفاتيف ينزل نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 4 يبقى بوزيتيف 12 وينقص الباور 1 يبقى باور نيجاتيف 4، واقدر انزله تحت ثاني في الدينوميريتور يبقى 12 اوفر البراكت تو ذا باور اوف 4. تعالى هنا y equal 3x plus sin x، طبعا دي لوحدها ودي لوحدها هتعمل لها derivative، هعمل apply first derivative ل 3x هيبقى 3، الساين هيبقى كوزاين، derivative الانجل 1 خلاص مش مهم، هعمل apply second derivative 3 ب 0، derivative كوزاين بنيجاتيف ساين، هعمل third time third derivative sin كوزاين، وفي نيجاتيف هنا تنزل يبقى نيجاتيف كوزاين اكس في ديريفيتيف الانجل 1 مش هيتكتب، يبقى كده خلصنا ابلاي للثيرد ديريفيتيف. هو هنا طلب منك حاجه معينه وقال لك فايند ذا سكند ديريفيتيف بس مديك بقى كمان ات ذا انديكيت بوينت ات 1 وكام و2، يعني بعد ما تخلص السكند ديريفيتيف اللي هو الواي دبل داش هتعوض لي باكس ايكوال 1 واي ايكوال 2 لو في واي، مفيش واي هتعوض لي باكس بس. طب تعالى نجيب واي داش، طب تعالى نعدل دي، انا ممكن اعدلها، خلي بالك لما تبقى اكس بلس اكس باور نيجاتيف 1 انا احلى ان انا وانا بكتبها اكس بلس اكس اكس بلس 1 اوفر اكس، انا احلى لو هو مدينا الواي بالشكل ده هقول له والله انا احلى ان انا اكتبها كده اكس بلس اكس باور نيجاتيف 1 عشان اعمل ديريفيتيف عادي واقدر اشتغل على الديريفيتيف اسهل عليا. تعالى نرجع تاني ونخليها، هو بيقول لي اكس بلس 1 اوفر اكس، انا خلاص ديريفيتيف الاكس 1 دي لما طلعتها فوق بدا اكس باور نيجاتيف 1، لما نزلت الباور بقى نيجاتيف 1 باور اكس باور نيجاتيف 2، لما نزلته تحت هيبقى 1 على اكس سكوير، بقت لما طلعتها تاني فتبقى 1 ماينس اكس باور نيجاتيف 2. جبت واي باور دبل داش، هعمل سكند ديريفيتيف وديريفيتيف ال1 0، نيجاتيف باي نيجاتيف هيبقى بوزيتيف وينقص الباور باور نيجاتيف 3، لما احب اخليها في السمبلست فورم تبقى 2 على اكس باور 3، عندي الاكس ب 1 عوض بيها يبقى 2 اوفر 1 يبقى ايكوال 2، يبقى كده عملت له ابلاي للسكند ديريفيتيف. مدينا واي ايكوال ساين اكس ماينس كوزاين اكس، وقال لك بعد ما تجيب السكند ديريفيتيف اعمل ابلاي للاكس بباي على 4، طبعا لو دي انجل هتبقى 45، لو مش انجل هتسيبها بالريديان هتبقى باي بار 4 زي ما هي. انما تعالى نشوف مع بعض، هي دي انجل ودي انجل، وتعالى نشوف ديريفيتيف الساين هيبقى كوزاين، ديريفيتيف كوزاين هيبقى نيجاتيف ساين في نيجاتيف بقت بوزيتيف. هو عايز السكند ديريفيتيف، اعمل ابلاي تاني كوزاين اكس هيبقى نيجاتيف ساين اكس ديريفيتيف الساين كوزاين، طبعا ديريفيتيف الانجل 1، وبعدين تشيل لي بقى هو قال لك اعمل لي سبستيوتنج على الاكس باي على 4 يعني 45، خلاص بقى ساين 45 ودي كوزاين 45، بس هنا في نيجاتيف يبقى نيجاتيف 1 على روت 2 ودي بوزيتيف 1 على روت 2 فادتنا 0، فانا جبت السكند ديريفيتيف اللي هو واي دبل داش طلع عند البوينت اكس ايكوال باي على 4، اللي هي طبعا تقدر لو انت عايز تجيب الواي تعوض هنا بالاكس باي على 4 في الاصل عشان تجيب الواي بتاعتها. اكزامبل تاني مدينا اف اوف اكس ايكوال اي اكس باور 3 بلس 3 اكس سكويرد، بس مدينا جيفن الاف تريبل داش، مدينا الاف تريبل داش يعني عمل ديريفيتيف ثلاث مرات، اف تريبل داش ب 12. سؤال بيقول لك فايند ذا فاليو اوف اي، فتعالى نمسك الفانكشن نعمل لها اف تريبل داش ونشوف هيحصل ايه واساوي الكلام ده ب 12. ادي الاف داش انزل الباور يبقى 3 اي اكس سكويرد بلس البي اكس اللي هتنزل 6 اكس، الاف دبل داش هتبقى 6 اي اكس بلس 6 تريبل داش، طبعا 6 هتبقى ب 0 ودي هتبقى ب 6 اي، بس 6 اي هو اداها لي ب 12 لان ده تريبل داش، يبقى هطلع منها الاي بكام ب 2. سؤال بيقول لي فايند ذا فاليو اوف اي، نمسك ما تنساش ان دي اف باي جي، وهو بيقول لي بروف ذات ان اكس في واي تريبل داش بلس اكس في واي داش بلس 2 واي ايكوال 0. تعالى نجمع مع بعضنا على مهلنا الليفت هاند سايد، وبعد ما اجيب ده واجيب ده
اجيب ده واعمله باي اكس، واجيب التاني دي واي دي اكس واعمله باي اكس، وبعدين اعمل انا بلس عليهم ل2 واي، ودي 2 واي عندي هي الواي هنا اهو، لما اعمل عليهم بلس 2 واي انا عايز الريزلت، انا عايز اثبت ان الريزلت هتطلع بزيرو. ادي الجيفن بتاعنا واي كوساين 2 اكس، ودي برودكت اوف تو فانكشن، ديريفيتيف فيرست في السكند بلس ديريفيتيف السكند في الفيرست. خلاص انت عملت ديريفيتيف الساين كوزاين في ديريفيتيف الفيرست في الفيرست زي ما هو، بلس ديريفيتيف السكند كوزاين ديريفيتيف الفيرست 1 باي الساين هتبقى كوزاين. خلصت الديريفيتيف ده هجيب سكند ديريفيتيف تاني، عملت سكند ديريفيتيف، بس هو عاوز يعمل ايه بقى؟ هو عاوز يجيب الثيرد ديريفيتيف، هتعمل ابلاي تاني للثيرد ديريفيتيف، هتعمل ديريفيتيف للاكس ساين اكس از برودكت اوف تو فانكشن، وهتعمل الديريفيتيف بتاع الكوزاين هيبقى نيجاتيف ساين اكس. فانت دلوقتي طلع لك عندك ال دي 3 واي دي اكس سكوير طلع بالترمز 1 2 3 دول، وجيت دلوقتي عاوز تعمل بقى ملتبلاي اكس عشان تجيب الترم ده، فهتيجي تعمل لي ده ملتبلاي باي اكس عشان تجيب ده، وتيجي تعمل الدي واي دي اكس ملتبلاي باي مين؟ ملتبلاي باي اكس، وبعدين تعمل التو باي مين؟ باي واي، والواي عندي هنا هي اكس ساين اكس. وتعالى نمشي مع بعض، وعملت ملتبلاي اكس وجمعت الترمات بتاعتي، فطلعت بعد ما عملت ملتبلاي طلعت بزيرو، وهو ده اللي كان عاوز يثبته. مدينا تاني اكزامبل، بيدينا واي سكويرد ايكوال اكس سكويرد تايمز براكت 1 ماينس اكس، وبيقول لي اثبت ان واي في دي 2 واي دي اكس سكويرد، يعني واي واي دبل داش بلس واي داش سكويرد بلس 3 اكس ايكوال 1. برضه زي ما اتفقنا، تعال نجيب الليفت هاند سايد ونجمعهم مع بعض، انا عايز الريزلت تطلع كام؟ 1. ما بتديش من هنا، انت بتبتدي من جيفن وتجيب واي داش وتعمل باور 2 وتجيب واي دبل داش وتعمله باي واي وتكمل الشغلانه بتاعتك ده. فتعالى نمسك الاولاني واي سكويرد، لما تيجي تعمل لها ديريفاتيف تعالى دخل ده هنا ودخل ده هنا، بقت اكس سكويرد بلس اكس باور 3، اعمل لها ديريفاتيف، نزلنا الباور في واي في الديريفاتيف تحت الباور دي واي دي اكس ايكوال اكس سكويرد تبقى 2 اكس ماينس 3 اكس ماينس اكس باور 3 هتبقى ماينس 3 اكس باور 2. وبعدين هاجي تاني اعمل ابلايد للسكند ديريفاتيف، لانه عايز هنا دي 2 واي دي اكس سكويرد، فهعمل تاني ابلايد للسكند ديريفاتيف، ديريفاتيف فيرست في السكند بلس ديريفاتيف سكند فيرست، وعملت ديريفاتيف لليفت هاند سايد وخلصنا الكلام ده. لقيت كلهم ده في 2 وده في 2 ده في 2 ده في 2 ده عملت ديفايد 2 فادتنا الشكل ده، فطلعت على طول هي الريزلت اللي هو بيقول لي اثبت ان الليفت هاند سايد ايكوال 1 ماينس 3 اكس. خلي بالك هنا في الاكزامبل ده مدينا اكس باي واي ايكوال 1، وبيقول لي اثبت ان اكس سكويرد واي دبل داش بلس 3 اكس واي داش بلس واي ايكوال 0. فانت هتمشي واحده واحده مع بعض، الاكس في واي دي دي برودكت اوف تو فانكشن، ديريفيتيف في الفيرست في السكند بلس ديريفيتيف سكند في الفيرست وديريفيتيف 1 ب 0. فانت لما عملت كده طلعت لك ايكويشن اكس واي داش بلس واي ايكوال 0، فانا عايز اجيب واي دبل داش في الموضوع، فانا هعمل تاني ريسبكت ويز ريسبكت تو اكس، هعمل ابلاي سكند ديريفاتيف، ويبقى الفيرست في ديريفاتيف الثاني اللي هو واي داش يبقى واي دبل داش بلس ديريفاتيف الثاني في الاولاني اللي هو اكس هيبقى 1 في واي داش، وبعدين هعمل ديريفاتيف ده هيبقى واي داش، فيبقى عندنا 2 واي داش. وكده انا عايز اجيب في الحل الواي دبل داش ملتبلاي اكس سكويرد، وهنا عندي اصلا ما تنساش ان هنا في اكس، فانا محتاج جنب الاكس دي تبقى في اكس، فانا هعمل هنا ملتبلاي باي اكس، فادتنا فعلا اكس سكويرد واي دبل داش بلس 2 اكس واي داش ايكوال 0. وطبعا هو عاوز يثبت ان الكلام ده انت انا عارف هو مديك جيفن ان اكس واي 1، فانت عارف اكس سكويرد واي دبل داش زي ما هي 2 اكس واي داش، لما تيجي تعمل لها 3 واي داش اكس، لما ده ديريفيتيف تاني از برودكت اوف تو فانكشن، فادتنا الكلام ده. وانا عندي انا جايب من الاول ان اكس داش اكس واي داش هي النيجاتيف واي من الفيرست، فانت تقدر تشيل الاكس واي داش وتحط مكانها نيجاتيف واي، وكده اثبت ان الريكوايرد ان هو اكس سكويرد واي دبل داش بلس 3 اكس واي بلس واي ايكوال تو 0. كده يبقى احنا
خلصنا مع بعض الهاير ديريفاتيف وخلصنا درس الاسلوب، هناخد بعد كده الابلكيشن بقى، او هناخد الجيومتريكال ابلكيشن اللي هي الايكويشن اوف نورمال والايكويشن اوف تانجنت تو ذا كيرف، وهندخل على شابتر 3 اللي هو شابتر الابلكيشن، وهندخل فيه على الريليتد تايم ريت كجزء تاني منه. انما ان شاء الله الحلقه القادمه او الحصه القادمه هنتابع مع بعض في الكالكولس في بداية شابتر 3 اللي هو الجيومتريكال ابلكيشن. الى اللقاء، وتابعوا معانا مع كايرو دار، وهنحاول نعمل لكم ايفنت ان شاء الله، تابعونا ونعمل لكم ايفنت على الفيسبوك بتاع الكايرو دار، ونشوف. انا عايز اعمل لكم حصه لايف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انتوا تبقوا قاعدين قدامي واعمل لكم ريفيجن في الحصه اللي انتوا عاوزينها. يعني مثلا نقول احنا خلصنا مستر الالجبرا، خلصنا الكالكولس، خلصنا الاستاتيك، احنا عايزين حصه لايف تبقوا انتوا قدامي وانا قدامكم، اعمل لكم ريفيجن على المنهج كله وتسالوني واسالكم، تبقى حصه لايف كده مع بعض. ارجو ان احنا نتابع مع بعض الفيسبوك بتاع كايرو دار او الفيسبوك بتاعي شخصيا، عشان اعرف ان انتوا كم واحد محتاجين ريفيجن ايه. وطبعا الايميل بتاعي kh_ اكتبه لكم حتى دلوقتي عشان انتوا تبقوا تتابعوني لو انتوا عايزين نعمل حصه لايف مع بعض، ممكن نتابع مع بعض وتكتبوا لي على الايميل ده، احنا عايزين مراجعه في الايميل ده. ادي kh_atman@hotmail.com @hotmail.com. وكده تقدروا تقولوا لي انتوا محتاجين اول ريفيجن لايف مع بعض، تقولي هنا كايرو دار يوم السابع في القاهرة، في الجيزة، في شارع الدقي، تقولنا هنا ونعمل لكم حصة لايف في الفرع اللي انتوا عاوزينه. يبقى تاني بقول لكم الايميل kh_atman@hotmail.com. خالد فاروق كان معكم، وإلى اللقاء.